متابعين القناة ميلودا الحادقة، البنات الجدد والبنات اللي عدموا القناة، مرحبا بكم في قناة ميلودا الحادقة. اليوم دوزين فيها العطلة، واليوم غندير ليهم الباداز بالجديد، وبغيت نشاركو معاكم. غندير الباداز بالجديد، وبغيت نشاركو مع البنات الجدد والبنات من القناة الغدا ديالنا. قلت على البنات، مع المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. هنا كنحتاج لهاد الباداز الجديد اللي رقدته شوية في الماء من قبل. ها هو من طبيعة الحال، كاين الدراري اللي عندنا ما تياكلوش لينا الجديد، غادي نديرو لهم اللحم نخلطوه. وهنا عندنا التوابع، عندنا البزار اللي هو الفلفل الاسود، عندنا سكنجبير اللي هو الزنجبيل، عندنا ضامة البنة، عندي الكمون، عندي الخرقوم البلدي مطحون بطبيعة الحال، شويه الملحه. هنا عندنا السمن اللي هو حار، حقاش مرتلوسي تبارك الله، اللهم بارك، حادقه عندها السمن كتصيبو زوين. ندير هنا كنحتاج البصله مطيشه ربيع مربط، هنا كاين الفوته ثلاثه، كاين الحار قرونه ديال الفلفل، كاين عندنا لي شو اللي هو الكرب، كل واحد شنو كيقول ليه، خيزو، القرعه خضريه كوجيطه، الفلفله، القرعه الحمراء الدكاليه ديال بلادنا. هنا نسيت لكم الزيت، ربع كاس ديال الزيت اللي مخلط بالزيت البلديه والزيت ديال الطين. نفس الترتيب، يلا زيدي معايا، قولي خليها هنا ما فيش الباداز. دابا انا طاب داك الشيء الاول، ورانا رميت القرعه ورميت هذيك الفلفله حلوه وحده. هنا عندي الفلفلات الحارين هما هادو، رميهم. كنحتاج ليا واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك، هذه معلقه ديال المطيشه ديال الحك، هي ضروري ديرها في الباداز. نبدا نشارك معكم اليوم، انا فورت الطفيره الاولى وبقات لي الطفيره الثانيه. حقاش الباداز كيتفور جوج مرات، ماشي بحال الكسكسو، بحال السميده ديال الكسكسو كتفور ثلاثه ديال المرات، والباداز كيتفور جوج ديال المرات. دابا ما فورت جوج مرات، هذه المره الثانيه فورتو الاولى وهذه الثانيه. هنا هذا هو الباداز ديالنا، دابا درت دهنته بالزيت، كيفاش كتشوفوا راه محلول كامل، دهنته بالزيت كتشوفوا فيه البنات، هنا راه رطب. دابا غادي نقفلو ونسقيه ونشاركو معاكم. هذا هو الباداز ديال القرعه، غادي نحيدوها. الباداز اللي شاركت معكم هو هذا البنات، اللي عجبكم جربتوه وعجبكم البنات، ما تنسوناش الضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس، وغيوصلكم ان شاء الله كل جديد.
هاد البداز ديال القديد، وطبيعة الحال كاين عندنا اللي ما ياكلش الدراري اللي ما كياكلوش القديد، درنا لهم شويه الحل. هنا الرور كيكون عشويه، البداز راه ما كيهش الرول بزاف. البداز ديال القديد باش هي تكون فيها البنات. ما شاء الله. كان هذا هو الطبق النهائي ديال البداز اللي شاركت معكم اليوم البنات. الى عجبكم البنات هذا الطبق ديال البداز، ما تنسوناش تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس. ومرحبا بالناس الجدد، ومرحبا بالناس اللي متابعين القناه، غيبقى يوصلكم ديما الجديد. وشكرا لكم بزاف بكم باش تكبر هذه القناه باذن الله، بكم باش غتكبر. وما بقى ليا نقول لكم بالصحه والراحه، والى فرصه قادمه بفيديو جديد ان شاء الله.